شاهدين، خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. كمان في ماتش مهم للاهلي مع الداخليه في الدور 16 من كاس مصر. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالحوار الوطني هيستأنف جلساته للأسبوع الخامس بالمحور السياسي، وهتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأكدت إدارة الحوار الوطني أنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، وقالت اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة بهدف التوافق على حلول لقضايا شكلت أولويات هامة لدى المواطنين. النهاردة هينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملتقى طلابي يركز على القيادة الاجتماعية تحت شعار سفراء العمل الاجتماعي. الملتقى بيسهم في تعزيز دور الطلاب كقادة مؤثرين في المجتمع والعمل الاجتماعي من خلال استضافة عدد من المتحدثين المتميزين والخبراء في مجال القيادة الاجتماعية لمناقشة الطلاب وتعريفهم بالمبادرات الرئاسية لتحقيق الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030. النهاردة هينظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع تحدي القراءة العربي في نسخته 7، وشهد العام الحالي أكبر مشاركة من طلاب الأزهر في المسابقة بمعدل يفوق 2 مليون طالب وطالبة و5100 طالب وطالبة من ذوي الهمم من 9516 معهد، وأشرف عليهم 7900 معلم ومعلمة. النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور 16 لكأس مصر، هيلتقي فيها الأهلي مع الداخلية في تمام الساعة 7 مساءً.